أميمة الفتشيشي طالبة باحثة في القانون العام أي؟ وأصيلة ولاية الكيف ومشاركة من المشاركين في المشاركات في برنامج صناع الرأي. برنامج صناع الرأي في مبادرة مناظرة، شنو هي المبادرة هذه أميمة؟ هي مبادرة مناظرة، هي منظمة غير ربحية تأسست سنة 2012 وتعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الهدف منها هو إرساء منصة مستقلة وشاملة للنقاش والمناظرات للناطقين باللغة العربية. زادة هي فرصة لتمكين الشباب من إيصال أصواتهم وإحداث نقاش للخروج بحلول تشاركية ترضي وتقنع الجميع. في برنامج مبادرة مناظرة عنا برنامج صناع الرأي اللي هو مشروع شبابي يهدف إلى تعزيز ثقافة المناظرات من خلال تمكين جيل جديد من قادة الرأي ولتشكيل نقاشات وطنية مهمة وخلق منصة للشباب لإيصال أصواتهم. كذلك الهدف منه هو تمكين الشباب باش يكون فعلا قادر على صناعة الرأي ويكون عنصر مهم في كل ما يتعلق بالشأن العام. انتريسون، حاجات مهمة. نجمت توصل صوتك ولا لا في المبادرة هذه أميمة؟ أي الحقيقة نجمت نوصل صوتي على خاطرني كنت مشاركة في الحلقة الأولى اللي كانت الأطروحة متاحة زعمة الاتحاد ينجم يلقى حل الأزمة. دونك كنت في الفريق المساند للأطروحة، خدمنا على برشا حجاج وكانت فرصة لإيصال أصواتنا الكل سواء الفريق المساند أو المعارض للأطروحة. وماما كيفاش سمعت بالمبادرة متاع مناظرة وصناع الرأي؟ كيفاش كان الكونتاكت؟ لقيتهم تصور في السوشيال ميديا فما أصحابك قالوا لك عليها، كيفاش كانت؟ والله الحقيقة دونك نتبع في الصفحة الرسمية لمبادرة مناظرة دونك ديما نشوف شنيا فما جديد. يا أخي لقيت الفورمولير عمرته، تقبلت في السيليكسيون الاولى معناها الاوليه، من بعد عديت للكاستينغ اللي كان كاستينغ صعيب شوي الحقيقه. كيفاش كان؟ شنو الصعيب اللي فيه؟ خاطر كانوا فما اسئله ما تعرفش شنيا سؤال اللي نجموا يسالوهولك، دونك فما برشا ستريس، كان تحذيرات زايده، دونك تدخل فريمون ماكش عارف شنيا نجمو يسألوك في الثقافة في السياسة في الصحة. اللي كان متكون من لجنة التحكيم اللي هي شادية خضير صحفية ومنتجة برامج إذاعية وتلفزية، محمد اليوسفي وهو صحفي ورئيس تحرير موقع الكتيبة، هاجر التليلي دكتورة في علوم الإعلام والاتصال، وبسام السويسي مدير مشروع صناع الرأي ومدرب في مجال المناظرات. زعما مبادرة مناظرة نجم تعاونك في دراستك القانون العام؟ أكيد جدا، عخاطر القانون العام ديما يتعلق بالمسائل اللي تعنى زادة بالشأن العام وعلى الأقل توسكي بوليتيك. أما مبادرة مناظرة ماهيش مركزة كان على الجانب السياسي، فما مواضيع أخرى باش تكون متعلقة بالجانب الثقافي البيئي الصحي، توسكي أكتواليتي تهم الشأن العام. إن شاء الله بالتوفيق أميمة الفرشيشي. قبل ما نختم معاك، فما شباب يسمعوا فينا ربما ما عندهمش فكرة على مناظرة، ربما المبادرات هذه يحبوا يكونوا موجودين فيها، وين ينجموا يلقاوكم في السوشيال ميديا صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولانك تشجعهم ولا نتصور اكيد تشجعهم؟ اكيد نشجعهم خاطر اكسبيريونس باهية برشا باش يتعلموا منها برشا حاجات باهية، والدورات التكوينيه اللي دامت في معسكر التدريب لمده اكثر من 13 يوم كانت مفيده برشا، كانت تتعلق بالغوفرنانس بالاعلام والاتصال فيك نيوز، دونك كانت فريمون دي فورماسيون ياسر مهمين. وندعي شباب بالمنبر هذا انهم يشاركوا في مثل هذه البرامج، سينو ينجموا يتابعونا على صفحة مناظرة، يتابعونا زادة في برنامج اجيل الجاي ربع ساعة وقبل البرنامج اللي هو يكون يوم الاربعاء بصفة اسبوعية على قناة الحوار والتاسعة اللي يكون بث مشترك ومباشر، كذلك على الاذاعات الوطنية، ويتابعوا سيغتو اجيل الجاي اللي يكون على الصفحة الرسمية لمبادرة مناظرة وقناة الحوار والتاسعة.